كيكتنا النهارده وكيكه الجزر النهارده كيكه اقتصاديه، استخدمنا بيضتين اتنين بس. يعني انا كنت عاملاها قبل كده باربع بيضات، فقلت لا احنا نقلل بقى في البيض كده ونظبط مقاديرنا ونطلع بيها، وكان فيها عين جمل، حطينا سوداني وظبطنا الدنيا بحيث انها تكون اكتر ما يكون كيكه مغذيه قوي ومفيده للولاد وفي نفس الوقت موفره الى حد ما. بينا بقى نشوف مقاديرها ونعرف طريقه تحضيرها. عندنا النهارده كوبايتين من الدقيق المنخول، تقدر تستخدمي اي نوع دقيق، ربع كيلو من الجزر المبشور هنبشره خشن، اتنين بيضة، كوباية زيت ونص كوباية حليب، الحليب يكون دافي، معلقتين كبار من العسل الاسود، كوباية وربع من السكر، نص كوباية زبيب، كوباية فول سوداني مجروش، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة قرفة باودر، ومعلقة صغيرة فانيليا سايلة، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ورشة ملح. وهنا البيكنج صودا مهمة، يعني محدش يقول لي ممكن نستغنى عنها، هي دي بديل البيض النهاردة، تمام؟ فضروري تكون موجودة معانا في المقادير. تعالوا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندي الزيت وفي الخلاط، يعني ولا اسهل من كده. ادي الزيت، الحليب، احنا حطينا هنا الزيت وحطينا الحليب، هحط البيضتين والسكر طبعا، هضيف كمان العسل الاسود والقرفة بقى وكل المنكهات اللي عندنا النهاردة. ادي العسل بيدي لون حلو قوي لكيك الجزر، وادي الفانيليا، وهحط هنا القرفة، واحط كمان ذرة الملح. خلاص، يبقى زيت، حليب، بيض، سكر، قرفة، فانيليا، وقلنا حليب وذرة الملح، تمام؟ كده زي الفل، نضربهم مع بعض لغاية ما نتأكد إن السكر اللي معانا جوه ده داب تماما، يلا بينا. نضرب في الخليط، يعني هياخد مننا وقت حوالي 4 دقايق كده علشان نتاكد ان السكر داب تماما، لون الخليط وريحته خطيره. تعالوا بينا بقى ناخد الكوبايتين الدقيق اللي احنا نخلينهم، هنضيف عليهم البيكنج باودر والبيكنج صودا اللي هي كربوناتو، واقلبهم، وابتدي احط بقى عندي زبيب. طبعا الكلام اللي انا هحطه دلوقتي سواء الزبيب او السوداني ده اختياري لو متوفر، بس الاهم معانا هنا الجزر، اوعي تعمليها من غير جزر، لان احنا شايلين من السوائل علشان الجزر فيه نسبه ميه، فعاملين معادله عشان تظبط معاكي الكيك، فالجزر اساسي، انما السوداني والزبيب اختياري، عندك حطيهم مش عندك خلاص تقدري ترفعيهم. وناخد هنا كده، نزلت الزبيب والسوداني والجزر على الدقيق وقلبت كله مع بعضه والدنيا تمام. تعالوا بينا بقى ننزل الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقى الخليط تحفة، طبعا القرفة عاملة عمايلها ريحتها هايلة. طيب لو في حد ما بيحبش القرفة، لا ارفعوها عادي مفيش مشكلة، بس هي مع كيكة الجزر بتبقى حكاية. طبعا كيكة شتوية بجد وهمية. هقلب زي اي كيك مشغله الفرن ومجهزاه، دهنا القالب مقاس 24 26 بالكتير، ومجهزاه برضو جنبي، فالدنيا تمام، كل حاجه جاهزه، علشان مجرد ان انا اخلط المقادير بالشكل ده مع بعض فلازم ان انا ادخل الفرن مباشره. بصوا تحفه، اهم حاجه راعي انك انتي تقلبي الدقيق كويس قوي، ما يبقاش حاجة لازقة في أي حتة، والدقيق كله دخل مع باقي المكونات. بجد ريحة الخليط حكاية.
كده خلاص الدنيا تمام. زي ما قلنا القالب بتاعنا 24 مدهون زبدة ومرشوش بالدقيق، وهبتدي بقى انزل خليط الكيك في القالب، ومجهزة الفرن والشبكة في النص، والفرن على 170 يعني كله تمام. تعالوا بينا يلا ننزل خليط الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا تمام كده زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ما يكونش عندي دقيق راكن شمال او يمين. هنساوي تمام زي الفل، وكده احلى كيك جاهزه ان هي تدخل الفرن. يلا بينا على الفرن. يلا على طول. حلو قوي. هتقعد قد ايه؟ هتقعد 45 دقيقه. 45 دقيقه وتختبريها من النص. طلع الستيكس نضيف، يبقى احنا كده خلاص كيكتنا استوت وعشرة على عشرة. تعالوا بينا بقى ايه نشوف الكيك بتاعتنا. بصوا هشاء وخطيرة جدا جدا، تحفة. هي لازقة بس تحت شوية. تعالوا بينا بقى نديها ايه رشة من السكر بودر. طبعا ممكن نعمل لها صوص بس انا مرضتش بصراحة تقل، ونعمل بقى صوص جبنه، ونحتاج جبنه كريمي وحاجات كده، فقلت بسيطه الحكايه خالص، رشه من السكر هيخلوا الشكل حلو قوي، وهي اصلا مش محتاجه اي حاجه، هتبقى طعمها جميل جنب اي مشروب، هتبقى خطيره. بصوا كده هي باينه جدا ان هي هشه، يعني واضح قوي قد ايه مسميه وهشه جدا جدا. الكيكه خطيره، عايزاكم تجربوها وتقولوا لنا رايكم فيها ايه.